بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه واحد من أهم مواضيع النيورو أناتومي. يبقى الموضوع ده is very important. This lecture is very 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 important. فلازم نفهمها ونذكرها. You written MCQ, cross my heart, in every exam you will find question about pyramidal fracture. برضك to be clear هرجع في الاسبوع الثالث مره ثانيه اثبت على البيراميدال تراكت، لان هتلاقوا النهارده المعلومات يعني كويس قويه شويه عليكم. ففي الاسبوع الثالث واحنا بناخد موضوع اسمه الهيميبليجيا، هرجع اثبت مره ثانيه على البيراميدال تراكت about quarter of hour. The learning objectives of the lecture, and this is the contents of the lecture. عايزين بقى الأول نفهم كده. This slide is very important if you want to understand the motor system in anatomy and physiology or through your life, you have to memorize this figure. الفكرة ده is very 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 important. عايزين نفهم الموتور سيستم. احنا هنبتدي في الموتور سيستم النهارده. امبارح كنا بنتكلم على السنسوري سيستم، النهارده بنتكلم على الموتور سيستم. والبيراميدال تراك دي هتاخد مننا ساعه ونص عشان نفهم ايه شويه السلايدز الجايين ده. السريبرال كورتكس اللي هو البرين، ايه هو مهمته؟ السريبرال كورتكس هاز تو جوبس. نمبر 1 بلاننج، نمبر 2 اكسكيوشن. السريبرال كورتكس مهمته في الوجود انه يخطط وينفذ. يبقى نمره واحد، what is the function or what are functions of cerebral cortex? Planning and execution. Planning يعني التخطيط، execution يعني التنفيذ. السريبرال كورتكس ده عامل زي الرئيس او الملك، لازم يكون ليه معاونين. فايه هما السكرتري اوف ذا سريبرال كورتكس في الموتور سيستم؟ We have two wings. One is called the cerebellum والاذر called the basal ganglion. هناخدهم طبعا بالتفصيل ان شاء الله، دي ليكتشرز ان ديتيل نوليدج. يبقى عندنا هنا سريبرال كورتكس بيعمل بلاننج، بيبعت علشان ايه؟ ملك او رئيس جاي بيعمل مشروع، اول حاجه بيقول للمساعدين بتوعه انا عايز اعمل ايه. السريبرال كورتكس is going to send to cerebellum and to basal ganglia. بيزل جانجلا دي انسايد البرين، انسايد السريبرام. طب ليه بيبعت لهم؟ السريبيلم بيبعت له علشان هو عايز يعمل كوردينيشن للموفمنت، الموفمنت تبقى متناسقه. بيبعت للبيزل جانجليا علشان عايز يعمل انيشيشن والموديوليشن كويس اوف موفمنتس. يعني ايه انيشيشن والموديوليشن؟ يعني بدايه الحركه والحاجات الفاين تاتش بتاع الحركه. يبقى السريبرال كورتكس دلوقتي عايز يعمل اي وظيفه، يعني انا مثلا فور اكزامبل عايز اضرب بيانو، عايز ابتدي اي وونت تو رايت اون كي بورد. ايه اللي هيحصل؟ السريبرال كورتكس هيبتدي يعمل خطه بلاننج، بس ما بيروحش بعتها على طول كويس تو ماي هاندز فور اكزامبل. از جوينت تو سند تو ذا سيريبيلم اند تو ذا بيزل جانجليا. طب يبعت ليه للسيريبيلم والبيزل جانجليا؟ السيريبيلم فور كوردينيشن اوف موفمنت، الحركات تبقى متناسقه. بيبعت البيزل جانجليا فور انيشيشن اند موديوليشن، البدايه وتعديلات والفاين تاتش. طيب السيريبيلم والبيزل جانجليا دول عاملين زي ما يكون المساعدين. وصل لهم البلاننج الخطه بتاع السيريبرال كورتكس، بيعملوا ايه بقى؟ يبعتوا مره ثانيه للسيريبرال كورتكس. واحد مساعد سمع من الرئيس فبيبتدي يقول له يا سياده الرئيس، يا سياده الملك، طيب احنا نقدر ننفذ الموضوع ده عن طريق كذا. فالسريبيلم والبيزل جنجليا اجين هيبعتوا للسريبرال كورتكس، بس ما فيش حاجه مسموح لها تصل للسريبرال كورتكس مباشره. امال ايه؟ لازم يمر على السكرتير بتاع السريبرال كورتكس اسمه ثالاموس. يبقى اول خطوه دلوقتي في الموفمنت، ذا فيرست ستيب ان ذا موفمنت، السريبرال كورتكس از جوينج تو بلان. After planning is going to send to cerebellum and to the basal ganglia. Why? Cerebellum for coordination.
طب والبيزل جانجليا فور انيشيشن اند مودوليشن. طب الستيب اللي بعديها السيريبيلم والبيزل جانجليا بعد ما سمعوا الكلام ده هيبعتوا بقى للسيريبرم، لان هو السيريبرم ده الملك اللي في ايده تنفيذ كل حاجه، بس ما فيش حاجه مسموح لها توصل للسيريبرال كورتكس. سيريبيلم اند بيزل جانجليا ار جوينج تو سند تو سيريبرم، بات anything is going to pass to cerebrum must pass through thalamus. Thalamus is the secretary of the brain. يبقى الوينج ده والوينج ده اول خطوه خالص في اي حركه. طب خلاص وصلت الحاجات للسيريبرال كورتكس، يعمل ايه؟ يعمل الخطوه الثانيه execution التنفيذ، هيبتدي يدي اوردر بقى علشان اعمل الحركه بتاعتي. طب الاكسكيوشن ده بقى التنفيذ هيبقى عن طريق ايه؟ عن طريق سيستم. ايه السيستم ده؟ اسمه بيراميدال اند اكسترا بيراميدال سيستم اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده. يبقى عايزين بقى نفهم الاورجانيزيشن. This slide is very important for your life if you want to understand the motor system in all step in anatomy, in physiology, in neurology, whatever any disease, motor disease, you have to understand this slide. ايه الكونكشن بين الديفرنت بارت اوف ذا برين؟ سيريبرال كورتكس از جوينج تو بلان، هيبتدي يخطط. طب انا بعد ما خططت طلعت في دماغي فكره، ايه الفكره دي؟ هعمل ايه؟ ابتدي اقول كويس لي اللي هم الناس اللي هم المعاونين بتاعي. سيريبرال كورتكس جوينج تو سند تو سيريبيلم اند بيزل جانجليا فور كوردينيشن اند فور planning. I know planning. Planning means التخطيط. Because I'm going to plan to do anything. Planning. التخطيط. يبقى كويس. يبقى cerebral cortex any movement سوايلما. You want to write on keyboard. This is planning. You want to wear your clothes. You are planning to wear your clothes. You are planning to write a paper. You are planning to read. يبقى the first thing cerebral cortex is going to think planning. How can I read? How can I write? How can I wear my clothes? This is planning. تخطيط، بخطط لأي حاجة في هعملها، أي حركة هعملها، هشرب كوباية الشاي، planning. همسك الموبايل، ده planning. هو عايز يمسك الموبايل، أنا عايز أمسك الموبايل، يبقى cerebral cortex بيفكر أنا عايز أمسك الموبايل، أعمل إيه؟ أول حاجة يعملها cerebral cortex يبعت للسيريبيلم والبيزل جانجليا. بعد ما هما يسمعوا الكلام ده يبعتوا له مره ثانيه، بس الحاجه تفوت على الثلمس الاول وتوصل. طب السيريبيلم كورتكس خلاص بقى اورينتد بقى كل حاجه، يعمل ايه؟ يدي الاوردر بتاعه الاكسكيوشن التنفيذ عن طريق البيراميدال والاكسترا بيراميدال. يبقى اور ليكتشرز توداي تو ليكتشرز ات ويل بي بيراميدال اند اكسترا بيراميدال. احنا بنتكلم على الوينج ده اللي هو التنفيذ، ازاي احنا بننفذ بقى خلاص السيريبرال كورتكس ادى الاوردر بتاعته، ازاي هنفذ بيراميدال اند اكسترا بيراميدال. طبعا البيراميدال والاكسترا بيراميدال دول بيوصلوا لغايه البرين ستيم اللي هو الميد برين والبونز والمظله، بيوصلوا لغايه السباينال كورد. يبقى البيراميدال والاكسترا بيراميدال هيوصلوا للبرين ستيم ميد برين بونز والمظله ويوصلوا لغايه السباينال كورد. طب بقى ركزوا بقى، فيري امبورتنت الكلام اللي انا هقوله بقى. يبقى احنا عندنا what we call the pyramidal tract و extra pyramidal tract tracts او system. واضح كده ان من الاسمين اللي انا قلتهم ان البيراميدال اهم. انتوا عارفين انا زي ما بقول ايه، عايز اقول مثلا عميد الكليه واقول والطلاب، شايفين يعني اجي واحد يقول لك ايه الملك والشعب، الرئيس والشعب. The pyramidal is very important more than extra pyramidal. لدرجة ان انا بقول pyramidal و extra pyramidal. شوف بقول الحاجات التانية اللي مش اسمها pyramidal. The pyramidal is very important. طيب ال pyramidal وال extra pyramidal دول، ال pyramidal وال extra pyramidal دول ايه؟ ال pyramidal ده link direct، عامل زي الطيارة، عامل زي الاثر اكسبريس، طالع من القاهره مثلا فور اكزامبل لامريكا. قطر اكسبريس طياره طالعه من القاهره لامريكا، ده بيراميدال دايركت لينك، ما بيعملش اوتو ستوب. الاكسترا بيراميدال لا، بتعمل اوتو ستوب. انا طالع من القاهره لامريكا،
اطلع اول من القاهره لغايه فرنسا وبعدين من فرنسا لامريكا. يبقى اول فرق بين البرامدل اند اكس برامدل ذا فيرست ديفرنس بين برامدل اند اكس برامدل البرامدل ذا دايركت لينك فروم سيريبرال كورتكس تو سباينال كورد اند برين ستيم. يعني الاوردر طالعه من السيريبرال كورتكس للبرين ستيم، طالعه من السيريبرال كورتكس لغايه السباينال كورد دايركت، طياره دايركت القاهره كويس جدا على طول. لكن الاكسترا برامدل ده ان دايركت لينك، يعني ده هتلاقي مالتيبل، واحد طالع بطياره ممكن 3 او 4 اوتو ستوب، اطلع من القاهره لدبي، ممكن اطلع من دبي للكويت وبعدين من الكويت لجده. فالاكسترا برامدل ده كويس بيبقى ان دايركت، مش طالع على طول وان واي. في حاجه ثانيه بقى عايزين نفهمها، والنقطه دي يمكن تكون واحده من اهم النقط اللي موجوده في النيورو اناتومي كله على الاطلاق، ان البيراميدال والاكسترا بيراميدال دول بيطلقوا عليه كلمه ابر موتور نيورون. البيراميدال والاكسترا بيراميدال اسمهم ابر موتور نيورون، يعني ايه؟ طب نرجع للحدود علشان نفهمها. هو احنا عندنا ايه نيرفز ان اور بادي؟ وات ار نيرفز ان اور بادي؟ The nerves in our body is cranial nerves and spinal nerves. في nerves تانية موجودة في our body. We have just only 12 cranial nerves. And we have 31 spinal nerves. حد معترض على كلامي؟ تقالي ما حدش معترض. ده اللي احنا نعرفه في حياتنا. Nerves هي cranial وspinal nerves. هي. طيب. The question is, are these nerves going to do its job without any order؟ يعني هل دول بيشتغلوا لوحديهم؟ مفيش organization؟ Are there any higher organization؟ لا طبعا اكيد بيشتغلوا بالhigher organization. اكيد في حاجه عامله control. What the control of cranial and the spinal nerve؟ They are pyramidal and extrapyramidal. يعني الhigher control بتاعي على cranial and the spinal nerve are pyramidal and extrapyramidal. So they are going to divide a nervous system into two parts, upper motor neuron and the lower motor neuron. فلما يجي واحد يقول لك upper motor neuron يعني nerves, the upper motor. What means by upper motor neuron? Upper motor neuron means pyramidal and extra pyramidal. دول الكنترول على الكرينيال والسباينال نيرف. امال الكرينيال والسباينال نيرف يتسموا ايه في لغه النيورو؟ يبقى النيورو وي كول ذا كرينيال اند سباينال نيرف كولكتيفلي لور موتور نيورون ستارتنج فروم نيوكليس، يعني من اول النيوكليس لغايه النيرف لغايه النيورو ماسكولار جانكشن بتاع اي نيرف من دول اسمه في النيورو لور موتور نيورون. الموضوع اكبر من التسميه دي. انا عايز افهمكم. In short, diseases in neurology, they are called upper motor neuron lesion and the lower motor neuron lesion. تخيلوا الأمراض كلها بتتقسم عندنا في neurology وفي علم الأمراض النيورو. Upper motor neuron, lower motor neuron. What's mean by upper motor neuron? Upper motor neuron means the pyramidal and the extrapyramidal nerve. What's mean by lower motor neurons? They are means cranial and the spinal nerve. وهيبقى في عندنا lesion. Lesion يعني مرض. Upper motor neuron lesion, lower motor neuron lesion. والكلام will be described in detail in physiology. هيبقى تاخده في الاسبوع الثالث, in third week, you will take differences between upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion. تخيلوا انا عندي paralysis of muscle، عضله فيها paralysis، عضله فيها شلل. عارفين لما عضله يبقى فيها paralysis what's mean? Upper motor lesion or lower motor neuron lesion. يبقى انا لو انا دكتور جاي لي عضله فيها paralysis انا بفكر يا ترى الparalysis حصل نتيجه ايه؟ Which one? Which is it due to upper motor neuron lesion ولا lower motor neuron lesion? Yes. اي باراليسس في اي مصل موجود عندي في جسمي we have just only two possibilities.
eight two possibilities. It may be upper motor neuron lesion or lower motor neuron lesion. What's mean by upper motor neuron lesion? Mean lesion مرض ضرب البراميدال او الاكسترا براميدال. What's mean by lower motor neuron lesion? It means the lesion of cranial or spinal nerve. يبقى نرجع لكلامنا. يبقى دلوقتي الاورجنايزيشن بتاعي ماشي كالاتي. نركز تاني. Please concentrate. يبقى السيريبرال كورتكس بعت للسيريبيلم للبيزل جانجليا. Thalamus السيريبرال كورتكس. This stage of planning. الستيج اوف اكسكيوشن السيريبرال كورتكس هيبعت براميدال واكسترا براميدال للبرين ستيم والسباينال كورد. البراميدال والاكسترا براميدال كولكتيفلي it is called a neuro upper motor neuron. What's mean by upper motor neuron? Pyramidal and extra pyramidal tracts. اما اللي هو الاوردرز اللي هي طالعه عن طريق الكرينيال والسباينال نيرف، الكرينيال والسباينال نيرف they are called lower motor neuron. We have two types of disease in neurology. The first type is called the upper motor neuron lesion. Lesion مرض فين؟ في البيراميدال والاكسترا بيراميدال. ما دمت قلت upper motor neuron lesion means the lesion in pyramidal or extra pyramidal tract. Yes, for Joanne, pyramidal and extra pyramidal. اما لو قلت lower motor neuron lesion معناها lesion في cranial nerve or spinal nerve. Understanding؟ فاهمين معايا؟ طيب تعالوا بقى نشوف بقى حاجة أعمق شوية. إيه؟ نتفق مع بعضينا دلوقتي إن البراميدال، عايز أركز في البراميدال شوية. إحنا المحاضرة بتاعتنا الأولى براميدال ومحاضرة تانية إكسترا براميدال، بس البراميدال is very important and very long. I'm going to continue for other hour في البراميدال تراكت just only. البراميدال تراكت دي ركزوا بقى واصله لغايه فين؟ يعني يعني انا لو جاي ببص هنا السريبرال كورتكس بيبعت لفين؟ بيبعت للبرين ستيم والسباينال كورد. طب ليه بيبعت للبرين ستيم والسباينال كورد؟ بيكون سمبلي سبيكينج البرين ستيم بيطلع الكرينيال نيرفز والسباينال كورد بيطلع السباينال نيرفز. يبقى البيراميدال تراكت از جوينج الفاينل ديستنيشن بتاعتها ايزر برين ستيم اور سباينال كورد. يبقى البيراميدال تراكت دي هتوصل لواحده من الاثنين. هتوصل لفين؟ يا اما توصل للبرين ستيم علشان توصل للكرينيال نيرفز او توصل للسباينال كورد عشان السباينال نيرفز. يبقى البيراميدال تراكت دي هتطلع تو بارتس. البيراميدال تراكت بقى تو بارتس. بارت هيوصل لغايه السباينال كورد هسميها كورتيكو سباينال. يبقى وبارت الثاني هيوصل لغايه البرين ستيم هسميها كورتيكو بالبر. واتس مين باي بالبر؟ بالبر از ذا اولد نيم اوف برين ستيم. الاسم القديم بتاع البرين ستيم كان اسمه بالب. لما تقرا في اي كتاب طب واحد قال لك بالبر ديزيز يبقى تعرف ان هو ديزيز اوف برين ستيم. يبقى انا عندي هنا يبقى البيراميدال تراك تو بارتس. ايه هم التو بارتس اللي موجودين عندي؟ البارتس اللي هم موجودين عندي البارت الاولاني واصل لغايه الكرينيال نيرف اتس كولد كورتيكو. معايا سامعين ولا النت بيفصل؟ You are hearing me؟ طب الحمد لله ما فصلش الحمد لله افتكرته فصل. يبقى عندنا هنا يبقى البيراميدال تراكس تو بارتس كورتيكو سباينال وكورتيكو بالبر. كورتيكو بالبر مينز ان انا كويس وصلت لغايه البرين ستيم. كورتيكو سباينال مينز ان انا وصلت لغايه السباينال كورد. يبقى البيراميدال تراكس زي ما اتفقنا تو بارتس كورتيكو سباينال اند كورتيكو بالبر. يبقى we are going to discuss كورتيكو سباينال first and after that we are going to describe كورتيكو بالبر. Try to describe. إيه عايزين نتفق مع بعضينا على حاجة. إيه؟ إن الكلام اللي أنا هقوله ده
الباثواي يعني طلعت منين مشيت ازاي صعب علينا. ليه؟ لان احنا لسه ما خدناش البرين ستيم، فالكلمات اللي هقولها كلها جديده. علشان كده انا رجعت قلت لكم الموضوع ده هرجع اعيده مره ثانيه، بس ان شورت في just only 15 minutes the week I'm going to repeat this in the third week. why؟ علشان في كلمات كتير انا هقولها دلوقتي جديده جدا علينا واحنا لسه ما خدناش في النيور. اول حاجه الاوريجين بتطلع من الكورتيكوسباينال، بتطلع من 3 different areas. ان شاء الله باذن الله next week هناخد 2 hours في حاجه اسمها areas of the brain. الاريز اوف ذا برين ان شورت تيز اباوت 52 areas، 52 منطقه. It has names and numbers. يعني الاريز دي ليها اسامي وارقام وهتتحفظ الاثنين مع بعضينا صم ان شاء الله باذن الله. كان في واحد اسمه برودمان كده ربنا يهديه كويس ويوديه يفهمه واطرح ما فهم، قعد يدرس البرين كويس في 13 سنه. And after his study he gives the numbers. والنمبرز دي محطوطه بهزر. ده الواي اوف هيز ستادي، يعني صحي الصبح من النوم كانت مراته عارفاه سماها اريا رقم واحد. اثنين بعديها بيوم مراته فرفشته سمى المنطقه اريا رقم اثنين. كان مش منظم تلاقي واحد اثنين ثلاثه. طلع قدام بقى اربعه. وتطلع مع ورا تلاقي خمسه، قدام سته، ورا سبعه، قدام ثمانيه. واضح ان هو راجل كان مش منظم خالص. هنعمله ايه؟ المهم يعني فهو هتلاقي النمبرز it is haphazard شويه. فما حدش يقول لي النمبر دي اتحطت ازاي كويس، او برودمان ده تلاقيه بيتعذب دلوقتي في نار جهنم زي ما بيعذب كل الناس لغايه يوم القيامه. لان النمبرز دي كلنا لازم نحفظها. This is neuro anatomy. فالمهم اول اورجن طالع من البرايمري موتور اريا، اريا 4. الاريا اللي انا بشاور عليها دي اسمها برايمري موتور اريا. تاني منطقة هيطلع منها البيراميد الكورتيكو سباينال اريا 6 in front of area 4 area 6. What's mean by this number? What's mean by this area? We are going to describe next week in شاء الله 2 hours. يبقى عندنا هتطلع من area 4 area 6 and also from area 312. يبقى عندنا what are origins of pyramidal tract. The origin of pyramidal tract is or are number 1 برايمري موتور اريا. كل اريا ليها اسم ورقم، معلش هتحفظه النهارده بس هنفهم الاسبوع الجاي نكست ويك. يبقى اول اريا اريا 4 اسمها برايمري موتور اريا، ده 1/3 اوف فايبرز بتطلع منها. تاني اريا الاوريجن بيطلع منها اريا 6 اسمها بري موتور اريا، قدام الموتور اريا 1/3 اوف ذا فايبرز بتطلع من اريا 6. والثيرد بارت اوف فايبرز بتطلع من اريا 312. يبقى انا عندي الاورجن بتاعي ثلاث حاجات. نمبر 1 فروم برايمري موتور اريا سموها اريا 4. نمبر 2 بري موتور اريا سموها اريا 6. ثلاثه اريا 312. يبقى ده الاورجن، ده البيجنينج اوف بيراميدال تراكت. البيراميدال تراكت اقصد بيها الحته دي الكورتيكو سباينال اللي هتطلع من الكورتكس وتوصل لغايه الاسباينال. طيب الفايبرز دي هتعدي ازاي؟ دي رسمه كده، تعالوا نحاول نفهم الرسمه دي. دي السريبرال كورتكس اللي هي الحته دي. اثنين دول ثلاث سكيشن، 3 سكشن، 1 ان ذا ميد برين، 1 ان ذا بونز، 1 ان ذا مدلة. الميد برين والبونز والمدلة كولكتيفلي ذي ار كولد برين ستيم. البرين ستيم ده ثلاث اجزاء. ايه هو؟ ميد برين، pons، مدلة. وبعد كده دي sections of spinal cord. يبقى الصورة اللي موجودة عندي نمرة واحد cerebral cortex المخ. نمبر 2 we have 3 sections. ليه انا عملت 3 sections؟ 1 in the midbrain، 1 in the pons، 1 in the مدلة. midbrain و pons والمدلة collectively they are called brain stem، جزء الدماغ. نمبر 3 we have sections in the spinal cord. طيب الفايبرز طلعت من السريبرال كورتكس. طلعت من ايه؟ من الاريا اللي انا بقول عليها. طالعه من السريبرال، السريبرال كورتكس طلعت من اريا 4، طالعه من اريا 6، اريا 312. طب بعد ما طلعت من الارياز دي هتعمل ايه بقى؟
طالعه من مناطق كتير قوي وعايزه تتجمع. فاول حاجه اسمها كورونا رادياتا. كلمه كورونا جاي من كلمه كوروناري. كوروناري مينز مرض كورونا، احنا عارفين كلنا يعني كوروناري يعني تاج كراون. طب ورادياتا جاي من كلمه راديشن، يعني يعني الدنيا بتتلم من مناطق مختلفه وبتتجمع في حته واحده، فعامله زي ما تكون زي الاشعه كده يعني. يعني الفايبرز جايه من مناطق كتيره وهتتجمع هتبقى حزمه صغيره، فعشان كده سموا المنطقه اللي بتعدي فيها اسمها كورونا رادياتا. كورونا رادياتا، يبقى الخطوه الاولانيه كانت طالعه من السيريبرال كورتكس، مشيت فين؟ في الكورونا رادياتا. بعد كده الفايبرز مشيت في البتاع اللي عامل زي حرف السي شيب ده، ايه ده؟ اسمه انترنال كبسول. انترنال كبسول، الكلمه دي كلمه انترنال كبسول هتاخد مننا وان كومبليت ليكشر. ام نوت كويس يعني كويس جوكينج كويس ولا كيدنج، الانترنال كبسول ده محاضره كامله موجوده عندنا. لغايه دلوقتي لغايه ما ندرسه بالتفصيل ايه هو الانترنال كبسول، اتز اريا انسايد ذا برين، خلاص مؤقتا يعني. بس هندرسه بالتفصيل، كل الكلام ده يدرس بالتفصيل. بعد كده البيراميدال تراكت الباسوي بتاعها passes in the midbrain in the pons in the medulla. يبقى مشيت في الميدبرين والبونز والمدلة. يبقى هي مشيت في الميدبرين بونز وفي المدلة. في الميدبرين حتة اسمها كراست سيربراي، عشان كده انا قلت لكم الحتة الكورس ده هرجع اشرحه مرة تانية في الاسبوع الثالث. ليه؟ علشان كل الكلام ده نكون خدناه. كراست سيربراي اللي هي الحتة دي، كلمة كراست يعني رجل ليك يعني. الحتة الثانية مشيت في البونز، حتة اسمها بيز سبونتايز، يعني البيز اوف ذا بونز، الحتة الاساس بتاعت البونز. بعد كده مشيت في المضلة وعملت اليفيشن باسمها اسمه بيراميد. الكلمات دي انا عارف فيري ديفيكالت، واحد يقول لي ايه الكلاكيع دي كلها، بس كروس ماي هارت في الاسبوع الثالث هتلاقيكم فهمتوا كل الكلمات دي. مؤقتا بناخدها وهعملها ريبيتنج اجين ان ذا ثيرد ويك. يبقى عندنا الفايبرز ديسنس فين؟ اول حاجه بتتجمع، يبقى هي كانت بعيده وبتتجمع، عامل زي ما يقول لك واحد احنا دلوقتي هنسافر من مطار الملك عبد العزيز، واحد جاي من حي الرويس وواحد جاي كويس من حي الحمراء وواحد جاي من الاندلس، من مناطق كتيره جايين، بس هو النهايه كلنا لازم نتجمع في مطار الملك عبد العزيز، علشان كده المنطقه دي اسمها كورونا رادياتا، عامله زي الاشعه بتتجمع من كل منطقه. عدينا بعد كده في الانترنال كبسول. ايه الانترنال كبسول؟ منطقه خطيره ومهمه جدا جوه البرين. مشيت في الانتيرير بارت بتاع الميد برين والبونز والمضله. في الانتيرير بارت بتاع الميد برين الاسم ديفيكال شويه، اسمه كراس سيربراي، رجل رجل السيربراي. مشيت في البونز في منطقه اسمها بيز سبونتايز هناخدها. مشيت في المضله وعملت اليفيشن اسمه بيراميد. بعد كده الفايبرز بقى في اللور بارت بتاع البيراميد عملت حاجه غريبه قوي. ايه؟ About 75% of the fiber crosses to the opposite side. فهطلق على الفايبرز اللي عملت كروسنج دي كروس بيراميد، عدت الناحيه الثانيه. وAbout 15% of the fiber passes with to the same side. وهسميها دايركت بيراميد. واحده واحده كده يا دكتور، عشان واضح الموضوع مكلكع ولا مكلكع ولا حاجه. يبقى مره ثانيه، يبقى الفايبرز عملت ايه؟ ناخدها واحده واحده. طلعت من السيريبرال كورتكس، طلعت من ثلاث مناطق من السيريبرال كورتكس. الاوريجن اوف بيراميدال فروم 3 بارت اوف ذا سيريبرال كورتكس. ايه هم الثري بارتس الموجودين او الثري اريا؟ اريا 4، اريا 6، اريا 312. اريا 4 اسمها برايمري موتور اريا. Area 6 its name pre-motor area. Area 312 بيسموها ايه؟ primary sensory area. طب بعد ما طلعت الفايبرز عملت ايه؟ الاول جمعت نفسها، وهي بتجمع نفسها المنطقه اسمها كورونا رادياتا، بتتجمع من كل حاجه. مشيت في ثلاث حتت، في الانترنال كبسول منطقه مهمه. مشيت في الميد برين والبونز والمضله. مشيت في الميد برين في حته اسمها كراس سيريبراي، الرجل بتاع السيريبرال. مشيت في البونز في منطقه اسمها بيز سبونتايز. مشيت في المضله وعملت اليفيشن باسمها اسمها بيراميد. في اللور بارت بتاع المضله
about 75% or 85%, يعني معظم الفايبر عملت crossing to opposite side. وabout 15 to 25% descend to the same side. 80 او 85 او 75% من الفايبر عملت crossing to opposite side. لكن تقريبا من 15 ل 25% من الفايبر نزلت to the same side. يبقى عندنا هنا يبقى ايه هو الكورس؟ عارف ان الكلام difficult وبنحاول نقول مع بعضينا repeating with one after one. I am going to re-describe again in the third week. يبقى عندنا الفايبرز passes in corona radiata عامله زي الاشعه كده. الفايبر pass في الانترنال كبسول very important area in the brain. pass الفايبرز في الميد برين والبونز والمطلع. في الميد برين في حته اسمها كراس سيربراي، كراس يعني رجل. في البونز في منطقه اسمها بيزس بونتاينز، بيزس يعني اساس يعني. في المضلع عملت اليفيشن اسمه بيراميد. طب وبعدين؟ دي طالعه من الكورتكس السباينال كورد. موست اوف ذا فايبر كروس تو ذا اوبزيت سايد اند سام فايبرز باس تو ذا سيم سايد. بصوا كده اهي دي رسمه اهي معظم الفايبر عملت كروسنج تو اوبزيت سايد. And the some fiber pass to the same side. هقول كلمة مهمة، كلمة دي هتأثر فيكم في الهيستولوجي الأسبوع الجاي. البيراميدال فايبر اللي هي بتعمل كروسنج تو اوبزيت سايد يمين وشمال دخلوا مع بعضهم عملوا ديكاستيشن. ديكاستيشن عند تداخل الفايبر. الديكاستيشن ده بيسموه موتور ديكاستيشن. البروف هاني إن شاء الله الأسبوع الجاي وهو بيشرح لكم البرين ستيم هيقول لكم أنا خدت سيكشن عند الموتور ديكاستيشن. تقولوا ايه الموتور ديكاستيشن دي؟ اللي هي الفايبرز بتاعت البيراميد وهي بتعمل كروسنج تدخلت مع بعضيها. الحته دي بيسموها ديكاستيشن او موتور ديكاستيشن. الكلمه دي هتفهموها كويس جدا في الهيستولوجي. واتس مين باي ديكاستيشن؟ ديكاستيشن مين كويس انتر ديجيتيشن اوف ذا فايبرز. ذا ديفرنت فايبر انتر ديجيتيت تو ذيس اذر. كويس. When the fibers from right side come to the left side. And the fiber from left side come to the right side, there is interdigitation, تداخل في الفايبر. فالمنطقة دي is called the decastation. In short, نرجع من المنطقة دي بس الكلمة دي هتعرفوها في الهيستولوجي الأسبوع الجاي. أنا اللي يهمني دلوقتي يبقى الفايبر اللي كان اسمها الكورتيكوسباينال. Most of the fiber crosses to opposite side and some fibers pass to the same side. أهو الناحية دي most of the fiber cross to the opposite side. And some fibers pass to the same side. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ يعني في فايبر بقت كروس بيراميد وفي حاجه اسمها بقت دايركت بيراميد، بقى عندي كروس ودايركت. الدايركت نزلت على نفس الناحيه. الكروس عملت كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد. Understanding ولا كلام difficult؟ I know this is difficult of course يعني. Understanding؟ You go to sleep? No one with me? Oh my God. طيب ركزوا بقى معايا في الحته دي. Please more concentration. هنقول ما تقلقيش كويس، احنا لسه ما خلصناش. احنا قاعدين مع بعضينا كويس together forever سبا يعني كويس. ركزوا بقى مع بعضينا. ممكن واحد يقول لي دكتور why this occur؟ I'm talking most of the of my lectures quiz for use while I'm in English, but I have to also to explain in Arabic to your colleagues. No problem. فدلوقتي كويس. In short, why all this occur? يعني why pyramidal tract most of the fiber cross to the opposite side? Why few fiber pass to the same side? Why? طيب let us describe. انا بس عايز افكر معاكم كده. Do you remember the pathway بتاع امبارح؟ فاكرين ولا لا؟ يعني for example انا بشرب شاي. I'm going to drink tea. And I am going to touch the glass. كانت سخنة. ايه ده كان اسمه pain و temperature. Do you remember? Remember ولا not remember? طيب هايل. عايزين بقى نركز بقى مع بعضينا. انا لما جيت امسك كوبايه الشاي I am going to touch the glass of tea and it is very hot. السنسيشن ده
pass to which side of the brain? To the right side or to the left side? I'm going to touch by my right hand. مسكت كوبايه الشاي بايد اليمين وصلت لفين؟ هايل كويس I reach to the left side of the brain صح ولا لا؟ هايل. طيب دلوقتي انا عايز يبقى ليا رد فعل. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا ماسك كوبايه الشاي بايد اليمين ووصلت لغايه ايه اللي هو الليفت سايد. يبقى الاوردر طالعه من الليفت سايد لازم تروح فين؟ علشان اعمل رد فعل. اسحب ايدي من الكوبايه. يبقى انا لو طلعت من الليفت سيربرال هيمسفير يبقى لازم اروح للرايت. يبقى لازم البيراميدال تراك تعمل كروسنج. زي ما السنسيشن عملت كروسنج ما انت لازم تعمل كروسنج مره ثانيه. امال هتعمل رد فعلك ازاي؟ يبقى لازم البيراميدال تراك كروس تو ذا اوبزيت سايد. يبقى از ا رول كويس وين اي ام جوينج تو كنترول ذا ليفت سيربرال كورتكس از كنترولينج ذا رايت سايد اوف ذا بادي. الرايت سيربرال كورتكس از كنترولينج ذا ليفت سايد اوف ذا بادي. انا بحرك ايدي اليمين تحت تاثير الفص الشمال. بحرك ايدي الشمال تحت تاثير الفص اليمين. مفهومه الفكره ولا لا؟ لازم. This is law اسمه law of crossing. فاكرين يعني ايه كلمه law؟ ده قانون. قانون العبور ده. يعني فلازم السنسيشن وهي طالعه لازم تعمل كروسنج. نفس الشيء الموتور وهي نازل لازم تعمل كروسنج. This is law. Law اسمه law of crossing. Understanding الفكره؟ يبقى عندنا البيراميدال تراكت. انا بتكلم على الكورتيكو سباينال most of the fiber cross to the opposite side and some fibers pass to the same side. اهي دي المشكله. في فايبر ما عملتش كروسنج ليه يا دكتور؟ يعني الفايبر عملت كروسنج ده لوجيك جدا، ده لازم يحصل، ده دي قاعده. هي المشكله واحد يسالني هو why fibers pass to the same side؟ وده بقى الفكره هو why. يعني دي بقى هي دي بقى اللي بقت المشكله. Understanding ولا في حد نقطة missing me؟ This point must be very clear. Corticospinal has two parts. Part crosses to the opposite side and the part passes to the same side. Most of the fiber cross. ليه؟ Obligatory. This is law. By law, must. لكن few fiber pass to the same side. Problem الفايبر اللي ما عملتش كروسنج. والله مش البروبلم الفايبر اللي عملت، لا اللي عملت كروسنج فيري لوجيك، لكن اللي ما عملتش كروسنج هواي هواي هواي. اندرستاندينج مي ولا لا؟ الناس كاتشينج مي ولا لوست فروم مي؟ Okay, understanding. معايا ولا لا؟ Understanding. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعضينا. اوكي تعالوا نشوف مع بعضينا بقى اللي عملت كروسنج التراكت دي اللي عملت كروسنج
ماشيه في اللاترال كولم بتاع السباينال كورد، فليها اسم تاني. اللي عملت كروسنج دي ليها اسمين، كروس كورتيكو سباينال اللي عملت كروسنج، او علشان ماشيه في اللاترال كولم اسمها لاترال كورتيكو سباينال. يبقى الفايبرز اللي عملت كروسنج بقى ليها اسمين، it has two names. First name crossed cortico spinal. Second name اسمها lateral cortico spinal. طب واللي ما عملتش كروسنج، اللي ما عملتش كروسنج اسمها direct cortico spinal، او اسمها الثاني anterior cortico spinal. ليه؟ لانها موجوده في الانتيريور كولم. يبقى الكروس بيراميد ليها اسمين والدايركت بيراميد ليها اسمين. الكروس بيراميد اسمها كروس كورتيكو سباينال او لاترال كورتيكو سباينال، اما الدايركت ليها اسمين هاز تو نيمز، يبقى اسمها دايركت كورتيكو سباينال او انتيريور كورتيكو سباينال او فنترال كورتيكو سباينال. بقى عندي دلوقتي لاترال كورتيكو سباينال وعندي انتيريور كورتيكو سباينال. طيب اللي عملت كروسنج دي بتعمل ايه؟ نبص على السكشن ده علشان نبتدي نفهم. ده الجراي ماتر بتاع السباينال كورد. Do you see? This is the gray matter of the spinal cord. اللي باللون الجريش الكالوريشن ده، دول كان السنسوري نيوكليوي. We take it yesterday. We took this yesterday. طب و in reddish coloration, this is the motor nuclei. هي يبقى اللي موجودين ريدش كولوريشن دول ايه؟ موتور نيوكليون. الموتور نيوكليون دول متقسمين انتو لاترال جروبس وميديال جروبس. واي؟ اللاترال جروبس دول فور ماسلز اوف لمبس، والميديال جروبس دول فور ماسل اوف ذا ترانك. هتقول لي انا مش فاهم، بص على الصوره دي وانتوا تفهموا. ادي انسان، ذيس از ذا مان، اند ذيس از ذا ابر لمبس فور اكزامبل، اند ذيس از ذا ترانك. الميديال جروب for muscles of the trunk واللاترال جروب for muscles of limbs سواء upper and lower. يعني انت عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول لكم ان اللاترال كورتيكو سباينال عملت كروسنج علشان وصل للمسلز بتاعت اللمبس اللي هي دي. طب والانتير كورتيكو سباينال؟ الانتير كورتيكو سباينال برضه هتعمل كروسنج في النهايه، بس هي في النهايه او شايفين لو انتم بتبصوا عليها هتعمل موست اوف ذيم عاملين كروسنج، بس الانتير كورتيكو سباينال واصله للمسلز بتاعت الترانك. هتلاقي هنا كلمه ترانك ولمس. يبقى انشور ليه عندنا لاترال وانتير كورتيكو سباينال؟ اللاترال كورتيكو سباينال عامله كروسنج علشان فاينالي هتوصل للمسلز بتاعت اللمس. طب والانتير كورتيكو سباينال هتعمل كروسنج برضك بس في السباينال كورد، بس واصله للمسلز بتاعت اللمس. يبقى انشور يبقى ليه ربنا خلق الاورجنايزيشن ده؟ ليه البيراميدال تراكت معظمها عملت كروسنج وفيو ما عملتش كروسنج؟ اللي عمل كروسنج اللي اسمها اللاترال كورتيكو سباينال واصله للمسلز بتاعت اللمس الابر واللور. طب والانتير كورتيكو سباينال مش هتعمل كروسنج؟ لا، معظمها هيعمل كروسنج بس في الليفل الاخراني بتاعها علشان واصل للمسلز بتاعت اللمس. يبقى ان شورت الكورتيكو سباينال عملت كروسنج ان اجلا او عاجلا. اللي عمل كروسنج بسرعه اللي اسمها لاترال كورتيكو سباينال، دي وصلت للمسلز بتاعت اللمس اللي هي دي. الانتيرو كورتيكو سباينال هتعمل كروسنج بس ان لو ليفل ان ذا سباينال كورد، ودي واصله للمسلز بتاعت الترانك. علشان كده ان شاء الله باذن الله الدكتور هاني لما يدي لكم بكره او بعده اون ثيرزداي الدكتور هاني از جوينت تو جيف يو سيكشن اوف سباينال كورد، هيقول لكم الكورتيكو سباينال دي مش هتمتد اكتر الفاينل ديستنيشن سيرفيكال اند ابر ثوراسيك. واي؟ مفيش ترانك بعد كده. يبقى عندنا هنا اجين، يبقى احنا عندنا هنا الكورتيكو سباينال تو بارتس، لاترال كورتيكو سباينال اند انتير كورتيكو سباينال. طب اللاترال كورتيكو سباينال دي بتوصل فين؟ سبلايز ايه؟ ماسلز اوف ذا لمبس. طب الانتير كورتيكو سباينال ماسلز اوف ذا ترانك. الانتير كورتيكو سباينال ماسل اوف ذا ترانك فاينالي يعني هيبقى الفاينل بتاعها not more than الـ upper thoracic region. ان شاء الله باذن الله دكتور هاني هياخد بكم سيكشن في السباينال كورد يقول لك cervical thoracic lumbar sacral، مش هتلاقوا التراكس دي موجوده، هي very short track because they are going to supply the muscles of the trunk. Understanding me? We are going to stop here. We are going to take about
10 minutes, we are going to continue on cortico palpar or cortico nuclear after the rest.